بنك الدم في مستشفى الجمهورية هو أول مركز حكومي تتم فيه عمليات فصل الدم وإجراء كافة الفحوصات الطبية بأحدث الأجهزة. المركز كغيره يعاني من انعدام المحاليل، الأمر الذي شل حركة البنك وجعل فريق العمل في حالة عجز لما يقارب الشهر. طبعاً إحنا نعاني بشكل خاص جداً، هو نقص المحاليل في مركز إحنا، هذا مركز نقل الدم وبحالته طبعاً في محافظة عدن. أنت تعرف إنه هذا المركز هو يغطي جميع المحافظات، يعني محافظة عدن وجميع المحافظات المجاورة، ونحن نعاني بشكل كبير منذ افتتاح المركز على نقص المحاليل. يعني للأسف نشتغل شهر شهرين احيانا سنه وبعدين نوقف. نحن لنا الان اكثر من شهر ونحن يعني فاقدين لهذه المحاليل. فبنك الدم هذا يعد ممونا اساسيا للمصابين بالامراض المزمنه كالفشل الكلوي والسرطان وانعدام الدم فيه، يجعل المرضى يضطرون الى شراء ارطال الدم مقابل مبالغ كبيره من المستشفيات الخاصه. يضطرون يعني يشترون الصفيحه الواحده اللي نحن نعملها هنا مجان بدون اي مقابل ب 10 15000، تخيلي الوحده. يعني المريض يحتاج الى 5 6 صفائح في اليوم لمريضه طبعا مرض السرطانات مرض الدم. الجهد الذي يبذله هذا المركز جعله نقطه وصل اساسيه بين جميع المستشفيات العامه والخاصه، باعتباره المركز الوحيد الذي تقع على عاتقه اجراء عمليات فحص وتحليل ومعاينه الدم في عدن والمحافظات المجاوره. يخشى المواطن في عدن أن ينقطع شريان الحياة المتمثل في بنك الدم هذا، كونه الوريد الوحيد الذي تعتمد عليه حياة المرضى، وبدونه تفقد المستشفيات حيويتها. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.